السلام عليكم. اليوم في الشيوات أمور إن شاء الله قررت أني نعمل لكم البركوكس. طلبوه بزاف مني الأخوات، لكن كنستنى شوية يبرد الحال، لأنه ما نحبوش أنا بزاف يكون في السخانة، نحبو يكون بارد الحال شوية. هنا بدي طرف تاع اللحم، تقدري ديري طرف اللحم كما تقدري ديري طرف تاع الدجاج. دائما نحب نقليهم مليح، لأنه هذيك الحمورية اللي يطلقها اللحم ولا الدجاج راح يعطينا بنة للطبق تاعنا. يعني جربوا هذه الطريقة يعطي بنة رائعة. يعني هنا واش راح ندير؟ راح نحكم بصله تكون شويه كبيره مقطعه رقيقه. اذا نديرها مع اللحم تاعنا تتقلى، نزيد لها الصوص تاعتو. والبركوكس تاع اليوم راح ندير لكم على طريقتي الخاصه، يعني في دارنا، يعني الوالده تاعنا كيفاش نديرو، نديرو بهذه الطريقه، لكن يجي بزاف بنين ويجي روعه. يعني لأني طريقتي مغايرة شوية على الطريقة المعروفة. دائما نحب نبسط لكم الأمور ونسهلوا علينا الخدمة، لأن البركوكس كاينين الأخوات بزاف يشوفوا حاجة صعيبة، ولكن هو أسهل حاجة في الطياب. يعني أنا نهاري نحب نسهل على روحي الخدمة وندير البركوكس لأنه بزاف سهل. إذا ندخل الصل والثوم نخليهم يتقلاو مليح. إذا من بعد واش نزيد؟ نزيد الخضره اللي عندك في الدار كامل ديريها. واش عندك؟ نديرو كامل حبيبه حبيبه. هنا عندي الزروت ديال مقطعه رقيقه، اي خضره عندك تستعمليها. انا حنستعمل الزروديه والكورجات فقط اللي هي القرعه مقطعه رقيقه. لا عندك اللف تقدري ديري، يعني اي خضره عندك ديريها يحبوها ولادك. ندير الكل يتقلى مليح. من بعد نزيد طماطش مصبره، دائما نحب نقليها، اذا حوالي مرات كبيره ماشي معمره. طماطش مصبره نحب نقليها، طماطش مصبره تطلق لنا بنه بنينه في الطواجن تاعنا. اذا واش نزيد؟ انا حندير كميه تاع العدس الاحمر، هذا هايل هذا العدس الاحمر، انا نحب نخدم بزاف به. ندير كميه حفنه صغيره فقط، يعني ما نكثروش. اللي عندها هذيك الفويله الصغيره ثاني تقدر ديرها، ديري حفنه فقط. هذاك الفول اللي يجي مدشش هذاك ينعملوا به البيصار، تقدري ديري حتى هو كميه قليله، ما نكثروش بزاف. ندير هنا حوالي زوج حبات تاع الطوماطيش مسكرفجه، البركوكس تاعنا يحب بزاف الطوماطيش تاع الحب. الان توابل واش راح ندير؟ يعني انا من طبعي يعني ما نحبش بزاف التوابل. واش ندير؟ راح ندير شويه تاع الفلفل الاسود. الاطباق تاعنا ما فيهاش يعني لازم كل وحده دير واش تحب، دير التابل اللي يعجبك ديريه. انا ندير فلفل اسود، ندير راس الحانوت، كميه تاع راس الحانوت، وندير سكنجبير زنجبيل مطحون لانه يعني ماده صحيه اكثر. ندير شويه زنجبيل، نخلي الكل يتقلى مليح. نزيد لهم حشيش ومعدنوس مخلوطين مقطعين رقيق، ونملح الكل. اذا ندير الملح، يعني نديرو حسابنا اننا حنعمرو الخضره تاعنا حتى للفوق بالماء، ونخلي الكل يتقلى مليح. نخليهم الكل يتقلاو مليح. اذا الان هنا راهي يعني تقلاو مليح المواد تاعنا. هنا واش ندير؟ هنا الى عندك الحميصه تاعك ماشي طايبه رميها الان، يعني رميها درك، لكن انا الحميصه تاعي طايبه نرميها حتى يطيب اللحم تاعي، لان الحميصه دائما نطيبها نديرها في الكونجيلاتور في المجمد. الا كان الحميصه تاعك منفخه فقط ديريها الان. واللي يحب الحار دائما نقول لكم ديروا الحار، انا ما نستعملش الحار، لكن اللي يحب حاجه حاره يديرها الان. نمرق ونغلق على لاكوكوط تاعي حتى يطيب اللحم ولا يطيب الدجاج تاعك اللي عملتيه، وطيب كامل الخضره تاعنا، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. ونعمر القدره تاعنا بالماء مليح باش يطيبوا لنا كامل الخضر تاعنا واللحم والدجاج، ندير الدجاج
نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا كما رانا نشوفوا الخضره تاعي طابت، اللحم تاعي طاب، يعني كل المواد اللي عملتهم طابوا. يعني خضر الوقت حوالي 35 دقيقة في لاكوكوط كي غلقتها. اللي ما تحبش تغلق لاكوكوط بطبيعة الحال ما تغلقش، المهم حتى يطيب اللحم تاعها ولا الدجاج والخضرة. هنا ندير الحميصة تاعي طايبة، نرميها كمية تاع الحميصة. هنا البركوكس تاعي ها هو، هذا مفتول رقيق، يعني ما نحبش البركوكس الخشين بزاف. والبركوكس كيفاش يديروه يعني في الحقيقة، هما انهم يفوروه خطرتين ويرشوه بالماء، لكن انا بطريقتي راح يخرج لكم نفس النتيجه. انا ما نفوروش، نديرو مباشره في المرقى يطيب، راح يعطيكم نفس النتيجه انك تفوريه. يعني هنا باش نقصوا التعب على روحنا ويجينا البركوكس يعني يوجدنا بالخف. كاين بعض المناطق يسموه المردود او العيش، يعني كل منطقه وكيفاش. نديرو الكميه كما هنا ما نشرح، نديرها كامله ونخلي هذاك البركوكس تاعي يطيب. انا حتى البركوكس نغلق عليه لاكوكوط، مش راح ياخذ لي الوقت بزاف، حوالي ربع ساعه راح يوجد. يعني نحبوا نوجدوه في اقصر مده، يعني في ساعه راح يوجد لنا البركوكس تاعنا. نغلق عليه لاكوكوط ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا البركوكس تاعي راهو طاب كما رانا نشوفوا، الحبه تاعو يعني كي تدوقيها في سنانك طايبه. هذاك اللحم نحيته فتتو كامل وعاود رجعتو للقدره تاعي. خضرة تاعي راهي طايبة، ها هو مخلوش ينشف بزاف، لأنه البركوكس معروف عليه أنه كي ينشف يجمد، يعني يشرب هذيك المرقة تاعو. ومن الأحسن يتكل سخون، يعني توجديه مع وقت يعني العشاء تاعك ولا الغداء وتسربيه مباشرة، ودوك نقدم لكم في طبق التقديم إن شاء الله. إذا البركوكس تاعي راه واجد، راح نسربيه لكم سخون كيما وصيتكم. اللي يحب الحار يدير الحار، ريحة تاعو ما شاء الله روعة. أنا دائما نعطيكم أبسط الأمور باش توجدوا الاطباق تاعكم، ودائما يعني نربحوا الوقت في تحضير الاطباق تاعنا. اذا ها هو البركوكس تاعي، انا هذه هي الطريقه تاعي في تحضير البركوكس. نتمنى انها تعجبكم وتطبقوها وتفرحوا بها عائلتكم وولادكم وازواجكم. والى عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.